السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الكرام مشاهدي قناة نباتات وأشجار مثمرة، ما تنسوش تضغطوا على اللايك وتعملوا اشتراك في القناة ودوس على زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنتكلم عن شجرة التين. شجرة التين زي ما حضرتك شايف كده في العام الثالث أو العام الرابع بتبدأ تنتج الثمار، زي ما بنقول كده بتبدأ تبشر، لكن بتبدأ تنتج ثمار تجارية ابتداء من العام الخامس او السادس ليها، بتكون الشجرة كبرت. فشجرة التين طبعا من الاشجار اللي هي سريعة النمو، زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة، هوري لحضراتكم بشكل اوضح وبعدين نتكلم. زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة، شجرة التين في العام الثاني بتبدأ تثمر في بعض الأماكن. شجرة التين طبعا ملهاش موطن محدد، بتزرع في دول حوض البحر المتوسط ومن تركيا لحد يعني جنوب شرق آسيا، ملهاش موطن معين. شجرة التين بتحب الأرض الخصبة وبتحب كمان الاعتناء بيها. شجرة التين في بعض الأوقات بتبدأ تثمر من العام الثاني، زي ما حضراتكم شايفين بعد الثمار، ثمار كثيفة كمان في العام الثاني على طول من زراعتها، يعني يا دوب سنة وتبدأ تثمر شجرة التين. زي ما حضراتكم شايفين الشجرة صغيرة لكن بدأت تثمر. ففي الحالة دي لو انت عندك شجرة التين وبدأت تثمر، ما تسيبش الثمار وما تنتظرش ان الثمار تستوي على الشجرة، لان الكلام ده او انتظار الثمار علشان تثمر علشان تنضج على الشجرة هيأثر بالسلب كتير جدا على نمو الشجرة. فينبغي ان احنا نقلم الشجرة بطريقة كويسة، وينبغي ان احنا نزيل كل الثمار. المفروض ان انا ازيل كل الثمار دي علشان الشجرة ما يأثرش على نموها في العام الثاني، خاصة الشجرة لسه يعني لسه في مراحل النمو الاولى ومحتاجة انها تنمو. فانت المفروض ان انت تقلم الشجرة وتقطع الاوراق الزيادة او الاوراق المتساقطة، الاوراق اللي هي زي اللي ملهاش لازمة دي، المفروض ان احنا نقطعها ونقلم الشجرة ونعتني بيها اكتر من كده. والثمار اللي حضراتكم شايفينها دي المفروض ان احنا نزيلها تماما وما نستناش نضجها، علشان هي مش هتنضج فعلا، مش هتنضج، مش هتستنى، مش هتطيب على الشجرة، لكن هتأثر على الشجرة وهتعجز الشجرة وهتأثر على نمو الشجرة. لو انت استمعت الفيديو للآخر، ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعمنا علشان نكبر مع بعضنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.